الجمعة منه نتحدث عن أداء أسبوعي سلبي للأسبوع الرابع على التوالي. إغلاقات سلبية لا زالت تعكس لنا خوف المستثمرين، واحد من تداعيات رفع سقف الدين من أمريكا، ولكن هذه نسبة لا تشكل التحدي الرئيسي، والسبب الرئيسي هو ارتفاع احتمال دخول أكبر الدول في العالم في حالة ركود أو تباطؤ. الآن كثر الحديث عن الصين ووضعها من حيث النشاط الاقتصادي بعد سلسلة من الأرقام التي صدرت من هناك. نايمكس متراجع ب 2% على مدار الأسبوع الماضي، وكما ذكرت هذا يجعلنا نتحدث عن الأداء الأسبوعي السلبي الرابع على التوالي. نايمكس الآن يبدأ يوم غد التداولات عند مستوى 70 دولار. على كل ما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من الظهران، دكتور يوسف الشمري، رئيس التنفيذي لشركة سي ماركت لندن. يوسف أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا اليوم بجرس الإغلاق، ودعنا نتحدث عن أبرز ما يحرك ثقة ومعنويات المستثمرين المهتمين بسوق النفط. لازلنا نتحدث عن أداء سلبي، ترند لازال متراجع على هذا الأرقام، من الواضح أنه اللي توقعناه في بداية السنة أن يقود الطلب لا يقوم بهذا الدور. هل نتوقع المزيد من التراجعات عن هذه المستويات الحالية؟ أهلا وسهلا فاطمة، ودائما سعيد الحديث مع العربية. في الحقيقة أنا ما أشوف أن رؤية جدا متشائمة من ناحية الطلب. في الحقيقة البيانات الاقتصادية اللي كانت المفروض أنها تجي من آسيا والهند جدا قوية، لكن هنالك خلينا نقول ما يواجهها في الاقتصادات الغربية اللي هي سياسة التشديد النقدي، وحاليا اللي هي طبعا ما تنذر بقد يكون هنالك ازمه اقتصاديه في الولايات المتحده، خصوصا بعد طبعا شاف الازمه البنكيه، والان هنالك ازمه بين البيت الابيض والكونغرس من ناحيه رفع سقف الدين. فهذه الامور هي اللي خلينا نقول عكست لها انعكاسات سلبيه، وهذا ما نشاهده على السوق. لكن انا لا زلت خلينا نقول متفائل من ناحيه انفتاح الطلب الاسيوي، لانه الارقام الطلب في 2023 قريبه من المليونين برميل، بالرغم ان اوبك في تقريرها الاخير خفضت الارقام الطلب اللي جايه من الصين الى حوالي 800,000 برميل، لكن لا زالت هي نوعا ما هي تشكل نصف اللي هو الطلب، نمو الطلب هذا العام. فاعتقد البيانات جدا قويه. ايضا الطلب في الهند، الاقتصاد الهندي النمو تبعه السنه هذه ما يتجاوز 6%، فالارقام جدا قويه. لكن هنا يجب ان اوقفك الموضوع الهند. الهند على حسب ما بنقرا بالتقارير انه بيستوردوا النسبه الاكبر من متطلباتهم من روسيا عن طريق الاسعار المخفضه في السوق. صحيح، لكن اكثر ما يستوردوه يعاد تصديره كمنتجات. فبغض النظر عن الاستهلاك المحلي، صحيح ازدادت نسبه الواردات النفط اللي هي الهند استيرادها من النفط الروسي ارتفعت الى حوالي 1,000,000 برميل، لكن طبعا هذا كله بسبب اللي هو التخفيضات الكبيره اللي معروضه على النفط الروسي، بالتالي ارتفعت ارباح المصافي الهنديه. فهي خلينا نقول هي فرصه اقتصاديه قد لا تتكرر في الوقت الحاضر. ايضا هذا السيناريو حصل مع الصين، وبالتالي خلينا المنتجات هذه حاليا جالسه تباع في اوروبا. طيب ماذا تراقب هذه الفتره بالنسبه للاسعار؟ حاليا ما يشد انتباهي فاطمه اللي هو ايش اول شيء كيف حتنعكس تغيرات السوق من الان حتى منتصف العام الحالي. هنالك اجتماع لاوبك بلس في بدايه جون، في 4 جون. طبعا هذا هل تتوقع انه ياخذوا قرار جديد في تخفيض جديد؟ أنا ما كنت أستبعد هذا، لكن حد في الأمس سمعنا تصريح من وزير الطاقة العراقي أنه العراق لا يمكنه اتخاذ أي تخفيضات إضافية في الأسعار الحالية، لذلك أنا أقل توقع أن يكون هنالك في تخفيضات إضافية. لكن أنا نوعا لا زلت متفائل أنه يكون هنالك حل في الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبالتالي قد نرى انعكاساتها وتتحسن الأسعار في الوضع الحاضر. لأنه أعتقد أنه بالتخفيضات اللي اتخذتها اوبك بلس بالسياسه الانتاج الحاليه وارقام الطلب بالاسعار المفروض تتراوح في الثمانينات، ما نشاهده حاليا هو قلق يسوده بسبب ما نشاهد في الانعكاسات الاقتصاديه في الولايات المتحده تحديدا وازمه التضخم في اوروبا. يوسف الشمري شكرا جزيلا لك. وعلى هامش